عاملين ايه؟ انا آية. الفيديو النهاردة ان شاء الله عن ترطيب الشفايف. انا جربت للشفايف حاجات كتير قوي، جربت اماندا، جربت كمان بالمرز ديت، شكروا فيها كتير جدا. هي دي الاصلي، انا كنت جايباها من فتح الله، هي كانت بتيجي بباكيت كده. جربت دي، ورحمة كمان جربت الازرق والاخضر، معرفش بصراحة النتيجة معاها ايه، ما سألتهاش. اللي اول مره شفنا رحمه اختي فيديوهات على نفس القناه، روحوا شوفوها. بس لكن انا ما جابتش معايا نتيجه بصراحه خالص. هي لونها شفاف اهي من جوه شفافه. انا بصراحه ما حبيتهاش. ماما قبل كده قالت لي استخدم تروميسين. تروميسين ده كريم للعين بيتحط في جفون العين، قالت لي جربيه وكده. بصراحة انا ما استوعبتش يعني ان هو ممكن فعلا يجيب نتيجة في الشفايف ويكون بيرطب جدا كده. المهم جربته، بصراحة عجبني جدا، بيرطب الشفايف بشكل جميل قوي. كمان لو شفايفي في الشتاء بتشقق بسرعة مثلا او كده من الهواء والسقعة والبرد، فلازم طبعا تستخدموا لها مرطب على طول وقبل الروش كمان. فبس استخدمته، بصراحة النتيجة بتاعته وهم، عجبتني جدا جدا جدا. جربوه بجد هيعجبكم قوي، بيدي نتيجة جميلة جدا للشفايف وبيخليها طرية طول الوقت وبيخليها ناعمة جدا. لما تشوفوا كمان تحطوا روج هتلاقوا فيه فرق مع طبعا السكروب بتاع الشفايف، حلو جدا جدا جدا. جربوه قولولي ايه رأيكم، ان شاء الله يكون يعجبكم. باي باي، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات تانية.